المدني أساسي جدا. والأرقام هذه في سنة ونصف رحنا عقدنا أكثر من 100 شراكة مع المجتمع المدني، وهذا راه رقم يعني في سنة ونصف راه ما تصوروش. علاش؟ أي جمعية جابت مشروع كيبان لنا أنه في صالح المدرسة في صالح الوليدات نوافق عليه بدون تردد. أكثر من هذا، في مجموعة من دورات المجالس ديال المقاطعات والجماعات كنت كنطرح على السادة المستشارين والسادة الرؤساء في مختلف الجماعات والمقاطعات تنزيل مفهوم المدرسة المفتوحة. أنا كنقول عار جدا عندنا واحد مجموعة مؤسسات كتسد السبت والحد. هاد اللي هضرتي يا أستاذ، هضرتي على تقاطعات، أنا نبغي نكون التقاطعات هي المؤسسات جميعها. كنمشيو مثلا راه كنمشيو كنسافروا كنمشيو هذا وكنلقاو كيفاش المؤسسة في الويكاند كتحول القاعات دي زاتولي، الفضاءات الرياضية كيلعبوا فيها الناس الكرة الباسكت يجريو الفوتين، واحد لانيماسيون في المؤسسة كتبان فعلا أن المؤسسة هي جزء من المحيط. عندنا مدرسة نساهم في تكريس أنها مسدودة، وعندنا مؤسسات، وطرحت مثلا أنا طرحتها عباس مفتاح الفقيه التطواني اللي عندنا فيها 5000 6000 10000 متر كاري ضيعة. هادوك القاعات اللي كيتسدوا السبت والحد ما غاديش يتسدوا السبت والحد. هاد الأربعة اللي كانت مع جماعة معينة مقاطعة معينة استجابت لهذا المفهوم، وغنبداو ننزلوه في إحدى المقاطعات ما بغيتش نعلن عليها خليها، ودابا راه غادي نديروا الاجتماع الأربعاء الجاي باش نحطوا مخطط كيفاش أن المؤسسات تفتح المحيط ديالها على مدار الأسبوع. ونتمنوا أن هذه التجربة هذه تنجح في هذه المقاطعة هذه. نشكر السيد الرئيس والسادة المستشارين ديال هذه المقاطعة لأنه لبوا الرغبة في أقل من 10 أيام فاش طرحتها في الدورة، وبالتالي أنه نتمنى أن هاد لا كونتاجيون بوزيتيف تمشي للمقاطعات الأخرين وتمشي للجامعات الأخرى.